حقوق الجوار كثيرة فضيلة الشيخ ما الواجب على المسلم تجاه قال جانب. الله جل وعلا قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم فجعل سبحانه وتعالى للجار حقا من ضمن الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية وبين صلى الله عليه وسلم أن الجيران ثلاثة جار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب له حق الجوار وحق القرابة له حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم له حق الجوار فالجار له حق على كل حال يجب على الجيران أن يعرفوا حقوق جيرانهم وأن يكفوا أذاهم عن جيرانهم ويحسنوا الجوار فإن هذا من أخلاق الإسلام نعم